نخش على الخبر او على خبر اخر وخاص بالنادي الاهلي وفريق الاول لكره القدم، اللي من خلال يوم السبت القادم هيكون في معسكر مغلق اخير بالنسبه للفريق في اطار استعداده للمرحله الهامه جدا المقبله من خلال مباراه تاونشيب البوتسواني، واللي هتكون يوم 17 وهتكون في الجوله الثالثه من دوري المجموعات ودور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للفريق، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي اول مباراتين يعني تعادل مع الترجي 1-1 في برج العرب، خسر من كامبالا سيتي 2-0 في اوغندا، فبالتالي موقف صعب شويه، بالتالي في تركيز كبير جدا من اللاعبين، اللاعبين مدركين مدى اهميه هذه المرحله بالنسبه للنادي وبالنسبه للجماهير، فاكيد ان شاء الله يوم السبت هيكون في معسكر اخير للنادي الاهلي يستعد من خلاله لهذه المباراه الهامه. لكن خلينا نتكلم بالتحديد عن المعسكر الخارجي بالنسبه للنادي الاهلي، وكان معسكر يمكن ناجح بنسبه او نسبه كمان تفوق ال 100%، لان بصراحه كل الامكانيات وكل المتطلبات اللي كان بيطلبها الجهاز الفني في فتره مهمه زي دي كانت متوفره بشكل كبير جدا في كرواتيا، سواء من حيث فندق الاقامه، من حيث كمان ملعب التدريب كان رائع، المكان ده بالتحديد اسمه زفيتي مارتينا موري في كرواتيا، المكان ده اللي كان بيقام عليه معسكر المنتخب الكرواتي اللي بيتالق في كاس العالم قبل انطلاق البطوله، المنتخب الكرواتي كان هناك ومعسكر هناك بشكل قوي، فبالتالي الامور هناك كانت هاديه جدا، الاجواء جيده جدا، حتى المناخ كمان درجه الحراره باقصى حاجه خالص كانت بتبقى 26-27 درجه مئويه، فالمناخ كان جيد جدا ومناسب وملائم بالنسبه للاعبين. الحاله او حاله التركيز الخاصه بلاعبي النادي الاهلي كانت واضحه جدا خلال المعسكر ده، كله مدرك اهميه البطوله الافريقيه، اهميه الموقف او خطوره كمان الموقف الصعب بالنسبه الفريق في البطولة الأفريقية، فبالتالي كان واضح عليهم جدا الجدية، التركيز، الطموح، والطموح دي نقطة مهمة جدا، كل لعيبة النادي الأهلي يمكن أو معظم الموجودين دلوقتي الناس دي حققت بطولات كتير جدا بالنسبة للنادي على مدار السنوات المقبلة، في بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا جداد، بعض اللاعبين الشباب اللي ممكن يكونوا متصاعدين مع النادي الأهلي في الفترة دي، دول ما حققوش لسه بطولات مع النادي الأهلي، فبالتالي سواء اللعيبة القدامى أكيد عندهم طموحات مختلفة وطموحات كمان شخصيه بيفكروا فيها وعايزين يحققوها، وده شيء ايجابي ان هم يجدوا دافع جديد بالنسبه لهم يحمسهم لتحقيق البطولات ومزيد كمان من البطولات بالنسبه لهم وبالنسبه للنادي الاهلي، وايضا اللاعبين الصغار اللي عايزين طبعا يحفروا اسمهم في تاريخ النادي من خلال تحقيق البطولات كالعاده، وده اللي متعودين عليه من ابناء النادي الاهلي، فبالتالي كان معسكر جيد وكل شيء كان بيتمناه الجهاز الفني، اللاعبين كان مميز جدا. خليني اقول لكم طبعا المعسكر كان على مدار 8 ايام، الفريق كمان خلال المعسكر لعب مباراتين وديتين مهمين جدا وكان شكل مميز جدا، تالق عدد من اللاعبين المباراه الاولى او المباراتين كانوا بالتحديد في سلوفينيا، المباراه الاولى كانت فريق اولمبيا السلوفيني وده فريق مميز وبالمناسبه هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا بس في الادوار التمهيديه، فبالتالي كان بيستعد كمان هو من خلال مواجهه النادي الاهلي، كانت مباراه قويه وانتهت 1-1، وليد سليمان اللي كان جاب جون النادي الاهلي. المباراه الثانيه كانت امام فريق كراسوندار الروسي وايضا مباراه اقيمت في سلوفينيا وكانت مباراه مميزه جدا وخلصت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 5-1، وايضا تالق عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراه، ومستر باتريس كارتيرون بالتحديد وكابتن محمد يوسف يمكن استقروا كمان بشكل كبير جدا على التشكيل اللي ممكن يبتدوا بيه مباراه فريق تاونشيب، وكانت فرصه مميزه جدا من خلال المعسكر من خلال المباراتين دول ان هم يستقروا على نسبه تفوق ال 95% ان لم تكن وصلت كمان لنسبه 100% في التشكيل الاساسي اللي هيبتدي هذه المباراه، بكمان الاستراتيجيه اللي هيلعبوا بيها او السيناريو اللي هيلعبوا بيه من خلال مباراه تاونشيب، وبالتحديد كمان التغييرات في نص في الشوط الثاني، الامور التكتيكيه، الامور الخططيه اللي اتمرنوا عليها بشكل مميز جدا في المعسكر الخارجي في كرواتيا، فبالتالي الامور كانت ناجحه، الامور كانت جيده، المباراه الثانيه بالتحديد خلصت 5-1، تالق بشكل ملفت بصراحه يعني وليد سليمان اللي معانا على الصوره دلوقتي ده جاب جون ثاني جدا، جون ثاني مهم ومميز جدا جدا في المباراه كانت مع نهايه الشوط الاول وتالق، والجميل ان اللاعبين الكبار بيتالقوا فبيدوا دافع كبير جدا للاعبين الصغار او اللاعبين اللي لسه عايزين يحققوا حاجه مع النادي الاهلي لما يشوفوا الكبار زي امثال طبعا وليد سليمان، حسام عاشور، شريف اكرامي، سعد سمير، عدد كبير جدا، احمد فتحي، علي معلول، عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي الكبار بيتالقوا وبيشتغلوا بشكل مميز جدا، فبالتالي ده دافع قوي للاعبين اللي لسه ما حققوش بطولات مع النادي الاهلي، وطالما هم في النادي الاهلي يبقى ان شاء الله اكيد هيحققوا، فبالتالي
ده شيء مميز وايجابي جدا من اللاعبين الكبار. وخلينا اقول لكم ان دايما كان في جلسات مستمره سواء من الجهاز الفني مع اللاعبين او كمان مع اللاعبين الكبار بالتحديد، واللاعبين اللي هم يمكن لسه جداد شويه في النادي الاهلي او اللي لسه عندهم طموح لتحقيق الكثير والكثير مع النادي الاهلي. والجلسات كانت مهمه جدا بالنسبه لهم عشان يكتسبوا المزيد من الخبرات من خلال الناس المميزه واللي حققوا او اللاعبين المميزين اللي حققوا بطولات مع النادي الاهلي. فبالتالي المعسكر كان متكامل ومعسكر كان جيد جدا وناجح كمان جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن بعض لاعبي النادي الاهلي واللي اثير عليهم لغط خلال الفتره الماضيه، وده شيء مهم. واحنا عارفين دايما اي لاعب بيبقى متواجد في النادي الاهلي بيبقى الكلام عليه كتير. النادي الاهلي بشكل عام دايما لازم الكلام بيبقى عليه كتير. ليه؟ لان هو النادي رقم واحد في افريقيا، نادي القرن الافريقي. فبالتالي الحديث لازم او وسائل الاعلام لازم تتكلم على نادي بحجم النادي الاهلي، عن فريق لكره القدم زي فريق النادي الاهلي، فريق كبير جدا. فبالتالي طبيعي جدا يكون في كلام على بعض اللاعبين. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن وليد ازارو، مؤمن زكريا، احمد فتحي. وليد ازارو كتير الناس كانت بتقول خلاص وليد ازارو ماشي رايح فريق فورتشن الصيني، عرض مميز وصل للنادي الاهلي. لكن خليني اقول لكم الكواليس بالظبط. يمكن النادي الاهلي من خلال العرض ده لما جاله شاف مصلحته فين ومصلحه وليد ازارو، وجلس مع اللاعب من خلال الاول كابتن محمد يوسف ومستر باتريس كارتيرون، ابلغوا الموافقه للجنه الكوره ان هم موافقين على رحيل وليد ازارو. لجنه الكوره مجلس اداره النادي الاهلي حطوا رقم معين، رقم معين ده جه اهلا وسهلا هيمشي وليد ازارو، ما جاش الراجل عنده عقد هيستمر مع النادي الاهلي. لكن فيما يخص وليد ازارو، الراجل كان سايب الموضوع لمجلس اداره النادي الاهلي، التفاوض وكل الامور دي خاصه بالمجلس، النادي بيشوف اكيد مصلحته وايضا بيشوف مصلحه اللاعب. فوليد كان مركز بشكل كبير، هو ما كانش بيتمرن بشكل جماعي مع الفريق، وده كان قرار من الجهاز الفني عشان تحسبا لرحيل وليد ازارو. وده كان قرار طبيعي ومميز لان الجهاز الفني بيبقى محتاج كل اللاعبين في قمه التركيز في مرحله مهمه زي دي. بالتالي وليد ازارو خرج عن التركيز شويه فكان ليه بعض التدريبات المنفرده. لكن بالنسبه لوليد نفسه، الراجل خلاص طالما الموضوع اتقفل، مفيش فورتشن الصيني، مفيش احترام، مفيش خروج من النادي الاهلي، خلاص هو دلوقتي مركز مع النادي الاهلي، مركز مع زمايله ان هم لازم ان شاء الله يحققوا بطولات جديده للنادي الاهلي، ولعل اهمها طبعا البطوله الافريقيه واللي كل جمهور النادي الاهلي بينتظرها بفارغ الصبر بعد غياب 5 سنين. بطولة مفضلة بالنسبة لكل الجمهور. التأهل كمان لكأس العالم ليه طعم تاني، فوحش جمهور النادي الأهلي هذه الجزئية. فبالتالي وليد خلاص نقفل صفحة وليد والكلام عن وليد أزارو. اللاعب مركز بنسبة 100% الفترة الجاية إن شاء الله. أكيد الجهاز الفني هيبتدي يحطه في حساباته، يجهزه من الناحية الفنية، هو بدنيا جاهز لكن هيتم تجهيزه بقى من الناحية الفنية، يعود للتدريبات الجماعية أكيد مع النادي الأهلي عشان يكون لائق للمشاركة في المباريات الرسمية المختلفة بالنسبة للفريق، وأهمهم مباراتي فريق تاونشيب سواء يوم 17 او يوم 27. دي قصه وليد ازارو ونغلقها تماما. نروح لمؤمن زكريا. مؤمن زكريا الكلام دايما عليه كتير، من اللاعبين اللي كل شويه الاعلام يتناول قصه مؤمن زكريا، مؤمن زكريا عايز يمشي، مؤمن زكريا جاري العروض، مؤمن زكريا مش عايز يكمل في النادي الاهلي. لكن يمكن كان في عندنا كمان لقاء عملناه مع مؤمن زكريا في المعسكر ورد على كل هذه الاستفسارات وجاوب على كل جمهور النادي الاهلي في هذه الجزئيه بالتحديد. مؤمن زكريا اتكلم وقال ان هو مبسوط داخل النادي الاهلي، قال كان في عروض جات للنادي الاهلي وانا دايما ببقى سايب الامور لمجلس اداره النادي، وخصوصا ان انا متواجد في نادي كبير جدا زي النادي الاهلي. فبالتالي لما كان في فرصه ان انا اخرج اعاره، ده كلام مؤمن زكريا، لما كان في فرصه ان انا اخرج اعاره من خلال النادي الاهلي وبعد ما موافقه النادي الاهلي شافوا مصلحه النادي ومصلحتي فين، وافقوا خرجت اعاره لفريق اهلي جده لمده 4 شهور. خلصت الاعاره، في عروض ثانيه، النادي شاف ان هو محتاجني الفتره دي، خلاص انا مكمل مع النادي الاهلي وهساهم بشكل كبير جدا في بمجهودي في تحقيق البطولات مع النادي الاهلي. فده قصه مؤمن زكريا، لا الراجل رايح حته ولا مضى في حته، وما ينفعش اصلا يمضي وهو عنده عقد مع النادي الاهلي ولا كمان بيفكر في الرحيل. ومؤمن زكريا احد ابناء النادي الاهلي في الاساس يعني، فمتربي اكيد تربيه جيده جدا داخل النادي الاهلي. فالراجل اكيد مركز ومستمر جدا مع الفريق خلال المرحله المقبله. يبقى ادي وليد ازارو، مؤمن زكريا، الامور منتهيه يعني. نتمنى ان ما حدش يتكلم في هذه الجزئيه خلال الفتره الجايه، خصوصا الفريق داخل على مرحله مهمه. بالنسبه لاحمد فتحي، دايما برضو الكلام على احمد فتحي بيبقى كتير. لاعب مهم احمد فتحي ده يعني، صراحه لعب في كل البطولات اللي ممكن تتخيلها، كاس عالم انديه، كاس عالم منتخبات، القارات، بطوله القارات مع المنتخب، الاولمبياد في لندن،
كل البطولات اللي ممكن تتخيلها شارك فيها احمد فتحي وتالق بشكل كبير جدا. لكن الكلام دايما على احمد فتحي انه ايضا هيرحل النادي الاهلي وانه مضى في المكان الفلاني وان هو مش مبسوط وفي مشاكل ماديه ومشاكل. طب هو راجل منتظم في المعسكر ازاي؟ يعني اكيد طالما هو يعني حابب ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، طب ما الراجل راح المعسكر وكان بيشارك في المباريات الوديه، المباراه الاولى ما لحقش كان لسه جاي، فبالتالي كان لسه بيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه، لكن المباراه الثانيه شارك بشكل مميز جدا وبيؤدي بمجهود كبير جدا وعنده طموح رغم انه حقق طموحات كتير جدا، لكن دايما عنده طموح وعنده المزيد بالنسبه لاحمد فتحي، ولاعب عنده روح كبيره جدا. فبالتالي اكيد كلام غير صحيح ما يقال على احمد فتحي، واللاعب مركز بشكل كبير خلال الفترة الجاية مع الفريق علشان يحقق المزيد من البطولات الشخصية والبطولات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. وأحمد فتحي من اللاعبين يعني اللي دايما بيخشوا في تشكيلة أفريقيا رغم وجود محترفين كتير جدا في مركزه بره أفريقيا، لكن الراجل دايما بيبقى متواجد في التشكيل الخاص بالكاف مع نهاية كل موسم، فبالتالي لاعب مهم سواء هو أو أزارة أو مؤمن زكريا. في كلمة كمان مؤمن زكريا قالها بالتحديد وهي إن أنا ما حققتش بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، فهو حلمه او هدفه الاساسي هو حقق كل البطولات، ناقص له بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، ودي هتخليه ان شاء الله ان هو ينافس او يحاول ياخد كمان بطوله السوبر الافريقي، فهدف بالنسبه له مهم جدا. كل لاعب ليه اهداف شخصيه وكل لاعب بيتمنى خدمه الفريق وتحقيق الاهداف الجماعيه في النهايه بالنسبه للنادي الاهلي. مثلا حسام عاشور احد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي مش هيتنسوا طبعا، الراجل ده حقق بطولات قد كده مع النادي الاهلي، 32 بطوله تقريبا لحسام عاشور. ماكسويل اللاعب البرازيلي اللي شارك مع عديد من الانديه سواء باريس سان جيرمان، انتر ميلان، اي سي ميلان، برشلونه، الراجل ده لعب في انديه كتيره جدا وحقق حوالي 35 او 36 بطوله، هو تشافي هرنانديز لاعب برشلونه السابق. فحسام عاشور حاطط لنفسه هدف ان هو يتخطى الناس دي اكتر لاعب في العالم تحقيقا للبطولات. فدي اهداف شخصيه ودوافع شخصيه دايما بيحاول اللاعبين ايجادها لنفسهم عشان ان شاء الله طموحهم يتجدد وان شاء الله في النهايه الامور كلها تصب في مصلحه جمهور النادي الاهلي اللي دايما ما بيرضاش غير بتحقيق البطولات. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني خلال المرحله المقبله في تحقيق كل طموح الجمهور، وان شاء الله المساهمه في الفوز بمختلف البطولات بالنسبة للنادي الأهلي وأهمها إن شاء الله البطولة الأفريقية، واللي كل الجهاز الفني اللاعبين المجلس الإدارة والجمهور كمان عندهم أمل كبير جدا في هذه البطولة رغم البداية السيئة حصلت في 2013 بعد ماتشين كان عندنا نقطة، كان في تواجد كابتن محمد يوسف مدير فني، في النهاية خدنا البطولة، آخر بطولة خدها النادي الأهلي البطولة الأفريقية في 2013. فإن شاء الله يتكرر نفس السيناريو، إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا السنة دي، نعدي بس المباراتين دول ست نقاط هيكونوا مهمين، يجي لنا كامبالا سيتي هنا نكسبه كمان 9 يبقى عندنا 10 نقط، يبقى مصلحة الترجي هناك في رادس وملعب المفضل بالنسبة لنا، فإن شاء الله الامور هتبقى جيده بالنسبه للفريق. بعد انتهاء المعسكر الخارجي النهارده الفريق راح، هم الفريق وصل اليوم الساعه 2:30 صباح اليوم يعني الفجر، والنهارده راحه للفريق، بكره اجازه او النهارده راحه واجازه الفريق، بكره ان شاء الله هيستأنفوا التدريبات من خلال تدريبات مسائيه الساعه 6 بالتحديد في استاد مختار التتش، وهتستمر التدريبات حتى ميعاد المعسكر اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت استعدادا للمباراه اللي هتكون يوم 17. كل التوفيق للنادي الاهلي من خلال الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارترون، الراجل مميز جدا بصراحه، وكابتن محمد يوسف ايضا المدرب العام ومدير الكره، وايضا اللاعبين، الراجل كان مركز جدا مع اللاعبين خلال المعسكر، ويعني الواحد بصراحه حس بيه او لمس الحب من اللاعبين للمدير الفني، وده شيء دايما مهم جدا، شيء دايما مهم جدا ان يكون في حاله من التفاهم والحب ما بين اللاعبين والمدير الفني، وكان بيتكلم كتير جدا مع اللاعبين، وده ان شاء الله هيكون بدايه طريق النجاح بالنسبه للنادي الاهلي، وهيبان اكيد داخل ارضيه الملعب من خلال بعض الامور التكتيكيه والاداء اللي ان شاء الله هيكون جيد جدا من النادي الاهلي خلال المرحله المقبله.